اليقين قوتهم، الثقة كنزهم، وشعارهم النصر أو الشهادة. إنهم خير أجناد الأرض، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ونذروا أرواحهم من أجل أن تحيا مصر. مصر أولى الحضارات. الجيش المصري أقدم جيش نظامي في التاريخ، روح قتالية، عقيدة عسكرية توارثها خير خلف لخير سلف. جيش فتي قوي آمن منذ بدايته الأولى بقيمة وأهمية تدريب الفرد المقاتل عبر أكبر الاستراتيجيات لإعداد القوة ورباط الخيل، وواصل الأسود رحلتهم لمواكبة التطور المتلاحق لأحدث ما وصلت إليه نظم العلوم العسكرية والتسليح، واجتازوا أصعب الموانع وصولاً إلى أعلى المستويات التدريبية ومشاريع القتال الحقيقية. وتتنوع أشكال التدريب بتنوع المهام القتالية، لتشمل التدريب اليومي داخل الوحدات وصولاً إلى إجراء البيانات العملية وتنفيذ المشروعات التكتيكية باستخدام الذخيرة الحية عبر كافة أفرع وتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وانطلاقاً من دورها الريادي وثقلها الإقليمي وتاريخها العسكري المجيد، يتجلى إسهام القوات المسلحة المصرية في العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة مع كثير من الدول الصديقة والشقيقة، قيمة عسكرية مضافة ورصيد جديد من خبرات القتال وتنظيم التعاون وانفتاح غير محدود على أحدث معطيات فنون القتال العسكري ونظم التسليح الأكثر تطوراً حول العالم. تدرب وكأنك تقاتل، لأنك ستقاتل كما تدربت. العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة، تلك هي عقيدة القوات المسلحة المصرية. كفاءة قتالية وصلت إلى أعلى المعدلات القياسية بين جيوش العالم، كفاءة ما كانت لتصل إلى ذروتها دون وصول القوات المسلحة المصرية بمقاتليها إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية. اهتمام مماثل بزيادة كفاءة الأسلحة والمعدات في كافة التخصصات، قفزة تدريبية ونقلة قتالية آتت ثمارها وظهرت تجلياتها في حماية مقدرات واستحقاقات الشعب المصري، وضربت بيد من حديد معاقل الإرهاب الأسود في الداخل والخارج. وجاءت ضربات قواتنا الجوية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا دليلاً دامغاً على ما شهدته القوات المسلحة المصرية من قدرة فائقة على تنفيذ كافة المهام القتالية بدقة عالية وكفاءة واحترافية. وتجلى ذلك الاستعداد القتالي على أكمل ما يكون في عملية حق الشهيد، ملحمة بطولية جاءت انعكاساً لمراحل طويلة من العرق والإعداد والتدريب الشاق وصولاً إلى النصر. وفي إطار سعي القوات المسلحة لرفع الكفاءة القتالية، كانت الخطوة الشجاعة من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بتنويع مصادر السلاح المصري. فجاءت صفقة الطائرات الرافال طفرة كبرى في مجال تسليح قواتنا الجوية، ومع انضمام أعداد جديدة من طائرات الF-16 تتحقق لقواتنا المسلحة نقلة أخرى على طريق رفع الكفاءة والاستعداد القتالي. ولم تتوقف قوات دفاعنا الجوي عن التطوير والتحديث في كافة المجالات، فقد تم إدخال أجهزة رادار حديثة في أنظمة الاستطلاع والإنذار، وتطوير أنظمة المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات لتصبح أكثر فاعلية في التصدي للعدائية الجوية. وجاءت حاملة الطائرات جمال عبد الناصر وأنور السادات من طراز مسترال تتويجا مثاليا
لتعزيز قدرة مصر القتالية بأحدث نظم التسليح، صفقة حاسمة تليق بدور مصر الإقليمي وترقى لمستوى طموح قواتنا المسلحة الباسلة كإحدى أهم أقوى الجيوش في صدارة التصنيف العالمي. كما جاءت الفرقة فريم تتويجاً لسعي مصر بالوصول إلى أعلى المعدلات القتالية بتطوير المعدات العسكرية براً وبحراً وجواً. التصنيع الحربي واهتمام متعاظم بالإنتاج المشترك، هذا بالإضافة إلى التصنيع المحلي الذي يشمل الكثير من الأسلحة والمعدات والذخائر المختلفة، تطوير انعكست ملامحه على كفاءة وحسن أداء الأسلحة الرئيسية في القوات المسلحة، وستظل التضحية هدفهم والكفاءة عنوانهم والاستعداد القتالي طريقهم إلى النصر. رجال القوات المسلحة المصرية عنوان البطولة.